السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الموضوع بسيط جدا. هنا احنا عملنا المين، في عنا المين 1، المين 1 اتعمل له يوزر نيم باسورد. نحتاج الى ايضا شو؟ نحتاج الى ايضا التكست، تكست فيلد. نحتاج الى التكست فيلد، بنجيب التكست فيلد، وبنحتاج تكست فيلد اخر، بنحتاج تكست فيلد اخر. هذا تكست فيلد حيكون مع الباسورد. طيب هذا عندك مثلا please your، مثلا your name، نعمل enter. لاحظ بيظهر كلمة your name. هذا مثلا نكتب ايضا هون your name، نعمل enter. طيب هذا هو text field، صح؟ text field. طيب خلينا نعطيهم id، مثلا الكود البرمجي هو هون text field، مثلا الـ ID يكون text tf1. هذا حيكون tf1 enter، وهذا حيكون tf2 enter. اوكي لاحظ tf1 tf2، نعمل save، نرجع هون لاحظ كليك اوتوماتيكيا نضاف لها يوزر نيم اند باسورد. هون ممكن احنا نحدد مثلا احد الالوان tf1، طبعا هذا هاشتاج لا تنسى، تعمل هيك شكل. ممكن تحديد فيها على شكل البوتون، يعني مثلا تاخذ هذا كله كوبي وتنزل لل tf1 بهيك شكل، تعمل السيف. خلنا نرجع. لاحظ كيف ظهر الاسم your name، بس ظهر بشكل جميل جدا، انا عجبني الشكل حقيقة. طيب إذا your name لاحظ جميل. preview ممكن تعمل preview بيشوفك، لاحظ ممكن اكتب فيها اي شيء. wonderful. طيب بس لكن هذا يحتاج شوي نصعد لي فوق، وبعد ذلك نعمل له show preview. حلو جميل جميل. الله الله كم هو جميل اللوجن. الباسورد طيب هذا نفس الشيء، احنا ممكن ناخذ tf1 نعمل كوبي وننزل للاسفل، نعمل اليمين، نعمل للتي اف 2، نعمل سيف، نرجع للواجهه. ذاتس ات. خلينا نجي نعمل بريفيو. حلو بتلاحظ، لكن هون شو يظهر لي؟ يور نيم. هذا شيء غلط، هذا مفروض يكون في البروبرتي، مفروض يكتب يور باسورد، صح؟ يور باسورد. طيب يور يوزر نيم باسورد، يوزر نيم باسورد. لو نجي عملنا بريفيو، اوكي شكله جميل متناسق جدا. هذا ستيتوس. اوكي الستيتوس ممكن ناخذ ليبل اخر، ناخذ ليبل اخر نضعها امام الستيتوس. لاحظ اوتوماتيكيا بياخذ الافكت هذا الليبل. لو اجينا على الكود، طبعا احنا كم ليبل اصبح عندنا؟ هذا المين. اوكي هذا المين، ما عندنا مشكله في المين. مين 1 كم ليبل احنا عندنا في المين 1؟ عندنا 1 2 3. اذا هذا حيكون اسمه ال بي 4، صح؟ 4. انتر. حلو جميل جدا. طيب عندنا يوزر نيم باسورد. اوكي نحتاج الى بوتون يا شباب، نسيتوني. حيكون بهذا المكان. لاحظ البوتن اوتوماتيكيا اخذ اللون. طيب نرجع، طبعا هنا بالبوتن موجود، احنا نضغط على البوتن. الاسم البرمجي للبوتن ما يحتاج اسم برمجي لانه احنا ما راح نغير فيها شيء، بس لكن هون نقدر نعمل مثلا سبميت. سبميت هذا هو الاسم سبميت. حلو خلينا نعمل بريفيو شو ان ويندو. توقف عندي. ما بعرف اذا كان بيسجل، بس صار بطيء جدا جدا جدا. خلينا نرجع مرة اخرى الى اوكي ظهر مرة اخرى. طيب انت عندك يوزر نيم، عندك الباسورد، وعندك هون ليبل. طبعا هذا الليبل المفروض ما يظهر هذا الكلمة، صح؟ اذا هذا مفروض احذفها. انتر. ذاتس ات. المفروض ما يظهر. لما اجي اعمل بريفيو، ستيتس ما يظهر. طيب
لا تنسى تعمل سيف. الآن أنت ما عندك أي مشاكل. خلونا نشوف التايم. لا ما نوقفها 5 دقائق فقط. حلو حلو، إذا الوقت بيساعدنا. خلونا ننزل هذا من المايز. طيب إذا بما أنه الوقت يساعدنا يبقى علينا أنه نعمل البارت الثاني. ما أعرف أنه الحاسبة أصبحت بطيئة شوي، شو السبب ما بعرف، غريبة. anyway هلا كل العناصر اللي احنا قمنا بتعريفهم من الاشياء اللي احنا بدنا نتحكم فيها، طبعا احنا حنحتاج الى انه نعمل كلاس اخر صح، اللي هو الكنترولر اللي حيكون فيها الايفنتس. اذا هنا أنا بنعمل كلاس، هذا الكلاس حنسميها مثلا شو نسميها، الكنترولر، كنترولر او ماي كنترولر حسب اللي انت بدك اياه. بس لا تنسى الحرف الاول لازم يكون كابيتال، وما اعطي السبب ليه، المفروض انت دارسها في البدايات الجافا اساسيات. طيب اذا انت عندك ماي كنترولر هون، شو الاشياء اللي انت بتحب انه تعملها امبورت؟ طبعا انا راح اغش شويه، حاخذ من الماي كنترولر كان موجود هون، هعمل كل هذا كوبي لان بما انه نفس الاسم، نفس الاسم بمعنى انه بيتطبق معه. اعمل كلها كنترول اي كنترول في، جميل. بس يحتاج في اشياء، يعني مثلا ماي كنترولر ماي الاسم. طيب احنا ممكن نعمل له كليك وبنعمل رينيم. لاحظ هنا ممكن نعمل له رينيم لماي كنترولر حتى يكون بنفس الاسم. لاحظ اختفى الايرور. هذا الشيء. الشيء الاخر انت تحتاج اليوم الى انه تعمل اوكي، هذا لا تنساها، لازم يكون هذا الاثنين موجودين حتى تيجي تعمل. اول شيء تيجي تاخذ LB1، هذا الشيء لا تنسى. اوكي كم واحد عندك؟ 2 3 4 صح؟ هيدا 2 هيدا 3 وهذا 4. طيب في عندك هون the value my is not in used. اوكي ما عندك مشكلة not in used. في عندك هذا بيكون اوكي، هذا كله امسحها ما نحتاجها. الان انت عندك الفيلد هو ايفنت. طيب لاحظ هنا في FXML بعد هذا بيظهر لك هنا not in used. لو نجي نعمل هذا كوبي وننزل للاسفل نعمل بيست، اها اختفت التحذير. لو نجي نعمل بيست اختفى التحذير. لو نجي نعمل بيست اختفى التحذير. السبب واضح انه هذا صح غير مستخدم هون، لكنه مستخدم وين؟ مستخدم في الواجهة. اذا هذا مهم جدا انه اي عنصر تقوم اضافتها لا تنسى باضافة @fxml. كم عنصر انت بتسترده من الواجهة لازم تعلم هذا الكنترولر انه في الواجهة موجودة هي. يعني انا اخذت هذه البرايفت ليبلز من الواجهة وليس في داخل الكلاس، لان لما تيجي تعرف برايفت ليبل 1 بدون ذكر fxml الماي كنترولر حيقول اوكي اذا هذا انت حتستخدمه في داخل هذا الكلاس فقط. بينما لما تكتب @fxml بمعنى انه هذا المتغير انت حتستخدمه في الواجهه، اوكي هي ماخوذه من الواجهه وليس في داخل الكلاس فقط. طيب انت عندك مجموعه ليبلز، خلينا نرجع نشوف شو الاشياء اللي بنغيرها. هذا ليبل، هذا ليبل، هذا ليبل، اوكي هذه 3 ليبلات انا ما حغير فيها شيء صح. اذا ما حاجه الى انا استرد كل هذه الليبلات. الليبل الوحيد اللي انا حيتم تغييرها هي الليبل 4. السبب واضح لانه الليبل 4 طبعا اعطي له سايز. الليبل 4 هذا اللي انا كود ليبل، ليبل 4 هذا لو نجح عمليه اللوجن حيقول انه انا نجحت عندي عمليه اللوجن. اذا هذا فقط انه انا احتاج انه اعمل له كنترول وليس هؤلاء صح. طيب خلينا نشوف هنا انت عندك تكست فيلد 1 كوبي، وفي عندنا ايضا تكست فيلد 2. اذا احتاج الى انه اعمل اوكي احتاج الى انه هون اعمل ايضا برايفت، برايفت تكست، لاحظ كنترول سبيس حيعطينا على مجموعة الأشياء اللي توفرها المكتبة. طبعا ممكن يأخذ شوي وقت، ما بعرف ليه الحاسبة أصبحت بطيئة جدا. يلا أوكي تكست، تكست فيلد، تكست فيلد لاحظ من AWT انتبه أنت تأخذها من الجافا سين.
جافا اف اكس، اتاكد من انه انت تاخذ من الجافا اف اكس. اوكي هذا حياخذ ال سوري كنترول زي، هذا حيكون هون. اوكي لا تنسى هذا ايضا عنصر موجود وين؟ موجود تي اف 1 فارزه مناقطه. حلو، طيب ليه ظهر عندنا هذا المشكله؟ خلنا نعمل سيف private text field. اوكي في المين انا عندي text field tf1 صح، text field tf1 text field tf2. طيب ليه disallow for this؟ اه صح صح صح، اكو خطأ كبير انا عملت انتم ما انتبهتوا عليه، انا وضعته في داخل الميثود مفروض خارج الميثود. تمام طيب هذا الشيء اين كنترول الت الاسفل حتى اعمل نفس الشيء لمن للتكست فيلد الثاني صح. طيب في داخل الكنترول شو الاشياء المطلوبه من عندي؟ نشوف التايم. يلا اوكي 11 دقيقه، خلينا نوقف لنا، حس الحاسب اصبحت بطيئه. حنوقف نكمل درس القادم، مع السلامه.